السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع معايا الآية الجميلة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ربنا بيقول لنا إن الفساد بينتشر في البر وفي البحر بسبب ايد البشرية. حضرتك دلوقتي لما بتسمع الآية دي بتعمل اسقاط على الفتن اللي موجودة على البر على اليابسة بس، وما بتاخدش بالك من ظواهر طبيعية الانسان تسبب فيها، وده نوع من انواع الفساد اللي هو ممكن يقضي على الحياة على سطح الارض وتحت المية. تعال اديك الحتة العلمية دي. حضرتك بتتنفس حضرتك بتتنفس اكسجين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون CO2. ثاني اكسيد الكربون ده ليه نسبه في الجو، لو النسبه زادت بيعمل حاجه اسمها الاحترار او الاحتباس الحراري. الدنيا حر، الحر بيجي الصبح بالليل الدنيا لسه حر. ليه؟ مش عارفين نتخلص من الحراره الموجوده. اشعه الشمس بتنزل ثاني اكسيد الكربون يمنعها من انها تنعكس وتخرج مره ثانيه، فمحتاجين ان احنا نحافظ على نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي موجودة في الجو علشان ما يحصلش احتباس حراري اللي هو ممكن يدوب لنا القارة القطبية الجنوبية والشمالية والجبال تنهار، والله اعلم الخريطة كلها ممكن شكلها يتغير. فالمطلوب مني ان انا احافظ على نسبتها ثابتة. ده فوق البحر. تحت البحر في كائنات اكتر من الكائنات اللي موجودة على سطح الارض. ثاني اكسيد الكربون لو زاد فوق البحار والمحيطات بتمتصه بيقتل الأسماك الصغيرة والأصداف والحيود المرجانية اللي هي بتشكل مساكن للأسماك الكبيرة. وبالتالي أنا عارف طبعا أن صوت الموج عامل قلق، وبالتالي الأسماك الكبيرة ما بتلاقيش أسماك صغيرة تتغذى عليها فهي تموت. اللي بيحصل ده اسمه حاجة اسمها التحمض. مية البحر دي اللي ربنا خلاها بتتحمض، بتزيد فيها نسبة الحموضة اللي هي البي اتش. يبقى التحمض البحار والاحترار اللي موجود على اليابسة تدخل فيها الانسان. هتقول لي ازاي وانا اللي زودت ثاني اكسيد الكربون يعني ما نتنفسش؟ اقول لك لا، الانسان هو اللي قطع الشجر. الشجر اللي بياخد ثاني اكسيد الكربون والديكسوجين، احنا عمالين نقطع. اطلع يا عم بالفيلا دي، اطلع بالعمارة دي، اطلع بالشاليه ده، اطلع ببورتو السخنة، بس اطلع بالقرية السياحية دي، وهكذا. ده رقم واحد. رقم اتنين دخان المصانع يا اخوانا. رقم تلاتة عوادم السيارات يا اخوانا. الحاجات دي كلها بتزود من نسبة ثاني اكسيد الكربون، هيضر البر وهيضر البحر. ولو حصل كده اللي هو الفساد اللي في البر والبحر، ربنا بيقول بديكم انذار علشان الانسان يراجع نفسه مرة تانية. العلماء بيقولوا لنا خلال 80 سنة من دلوقتي، يعني 2100، لو استمر نسبة ثاني اكسيد الكربون بتزيد بهذه النسبة السريعة جدا اللي هي وصلت ل 150%، بعد 80 سنة هتبقى مصيبة سودة في البحار. ولذلك بنقول الله سبحانه وتعالى في كل آية وفي كل لفظ وفي كل كلمة في القرآن الكريم لها دلالات ولها إشارات لابد إن الإنسان ينتبه إليها العلماء قبل العوام. دي كانت عملية توعية صغيرة لينا علشان نفهم منين بيحصل الاحترار ومنين بيحصل تحمض البحار اللي هو ممكن يقضي على الحياة على سطح الأرض وتحت البحار والمحيطات. ربنا يحفظ علينا البحر الجميل ده، وهغرق الناس اللي ورا الكاميرا ويا رب. ارش تاني. ربنا يعديها على خير. السلام عليكم.